أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها فرض عقوبات مالية على أي جهة في العراق تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تدعمه. وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي إن على العراق أن يعتمد على نفسه لتوفير حاجته من الطاقة. وأضاف مارشال بيلينغسلي أن بلاده ستواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران وميليشيا حزب الله اللبناني، محذرا من شراء النفط الإيراني معتبرا تمويلا للإرهاب. قالت وزارة النفط إن موارد النفط تشكل أكثر من 90% من التخصيصات المالية للموازنة. وأوضح وزير النفط ثامر الغضبان أن القطاع النفطي هو المحرك الأساسي للاقتصاد العراقي ويعد المورد الأساسي للعائدات المالية للبلاد نتيجة خصوصية اقتصاد البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الكثير من الإجراءات القديمة والروتين الإداري. أعلنت وزارة الكهرباء إبرام عقد مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية. وذكرت الوزارة أن العقد أبرم مع ائتلاف شركتي سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية لإعادة بناء وتأهيل محطتي بيجي الغازية الأولى والثانية في محافظة صلاح الدين وبواقع 10 وحدات توليدية، فضلا عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة. وبينت الوزارة أن قيمة العقد بلغت 1,320,000,000 دولار وبفترة إنجاز تدريجية قدرها 28 شهرا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 4 عجلات تم التلاعب بوصف بضاعتها ووزن حمولتها للتهرب من دفع الرسوم الجمركية. وقالت الهيئة أن العجلات 4 كانت محملة بأطنان من المواد الغذائية والمنزلية وبعض المواد الصناعية، مؤكدة تغيير وزنها ونوع الحكومة في المعاملة الجمركية ببغية تغيير الرسوم الجمركية ما يتسبب بهدر في المال العام. أعلن مصرف الرافدين توسيع المجمعات المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية. وقال المصرف إن بإمكان الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و50 مليون دينار، ومن ضمنها محافظة بغداد. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.